نطلع نشوف الست هالة ونسمع حكايتها بأدق التفاصيل. ابقوا معنا. بيحبسوني بالشهور في الشق وجوعوني مش عارف دي ذنبها ايه. يعني انا راجل اقدر استحمل، طب دي هتستحمل ايه؟ انت واحده متخلفه وزارع في الدنيا دي؟ لا مرات ابوكي ولا امك. امي يا امي. بنت دي كان في شروع في قتل وبهدلاني خالص. نزلت في محافظه الغربيه في طنطا في ضرب القطر، نزلت علشان الست هالة، الست اللي عندها 53 سنة وولادها مبهدلينها جدا. علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر الورث. كل يوم مشاكل وضرب وإهانة، وصل اللي هم بدأوا يعذبوها ويحلقوا شعرها. تعالوا نطلع نسمع حكاية الست هالة بأدق التفاصيل. دي ست هالة ان ولادها بهدلوها جدا علشان مشكلة في الورث. صعب قوي لما يبقى ولادك اندال، صعب قوي لما تتبهدل البهدلة دي كلها من ولادك اللي انت طول الوقت بتديهم من عمرك ومن حياتك ومن سنينك، عشان في يوم الايام كنت ست ولا راجل تستندي عليهم. بهدلوكي كل البهدلة دي؟ اي قولي بقى كده، عملوا فيكي ايه؟ هما ايه كانوا بيحبسوني بالشهور في الشق وجوعوني، وكانوا عايزين يمضوني بالعافية وانا مرضتش. فاول مرة لما ضربوني وبهدلوني جيت لعمي هنا، لما جيت لعمي هنا هددهم مرة واتنين مفيش فايدة. زادوا هددهم، قال لهم ايه؟ راح الاسم وكده مثلا؟ قال لهم لو انتوا عملتوا فيها حاجة تاني انا هاخدها بقى المرة الجاية الاسم. البيت ده بعد اذنك بيت مين؟ ده كان في الاول البيت ده باسم ابوي، فعملوا عليه الحركة دي وخدوا منه البيت. على والدك الله يرحمه لما اتجوز بياعة كمون راحت هي ايه ممضياه وخدت منه البيت. ماشي. لما خدت بقى منه البيت رجعوا معاه عملوا اتفاقية عليا تاني عشان ايه امضي ويامن مستقبل بناته على قفايا انا. ابوكي؟ ابوي بيعت الكمون، كانت بتضربه وتبهدله، ما كانش بيعمل عليها راجل، عمل عليا انا راجل وعايز ياخد حقي ويجي يقعد معايا في الشقه في البيت. فانا ما رضيتش ان هو يقعد معايا لان هو ياما ضربني وعذبني. عايش؟ عايش. ياما ضربني وعذبني وخنقني وكان عايز يموتني عشان خاطره. حلو. ايه دخل ولادك بقى في البيت وقصه الورث ده؟ بيت مشاكلك مع اخواتك ومع ابوكي. ايه دخل ولادك بقى؟ كتير بقى. ده ام اللي ممشياه، يعني اخويا الدكتور يسلطوا عليا ان هو ضربني ويحبسني، وامي بقى بتروح تزق الولد ده عليا، وبعد ما تزقه عليا يمسكني يبهدلني يقول لي انا دلوقتي انا واخويا هتاكلوا منين؟ هتاكلوا منين؟ قلت له يا ابني ربنا اللي بيرزق بيبع. بقدر هي وما بقى كانوا بياخدوا المعاش، واختي بقى شايله الفيزا كارت عندها عشان ايه تاخد المعاش بتاعه وتدهولها. فانا ما رضيتش امضي ورحت يوم الانتخابات هربانه ورحت جايه على ايه على بيت عمي، ما رضيتش اروح في اي حته تانيه. تمضي ليه؟ عشان بقى يجددوا الفيزا كارت. عشان المعاش؟ عشان المعاش، عشان البيت، وعشان كمان الشقة ما يقعدونيش فيها ويرموني بره. استهلا في حاجة كده أنا مش عارفة أفهمها، ولادك مش ليهم أب؟ لا أبوهم متوفي. طيب ورثوا من أبوهم؟ لا ورث أبوهم في سيجر. ورثوا ولا ما ورثوش؟ لا ما ورثوش، عمهم ما رضيش يدوهم حاجة خالص. عندهم تقرير طبي الأستاذة والدتي اللي دايرة تشن عليا في الشوارع وتقول إن أنا مجنونة واخدة التقرير الطبي راحت بيه للقسم طلعوهم زي الشرم العجين. والدتك عايشة وبتقول ومعاهم هم؟ وبقى
بعمل انا خالص. والدتك دي لا مرات ابوكي ولا امك؟ لا امي. وهي عايزه تاخد البيت بتاعك تديه لي بتاعت الكمون؟ لا مديها لاختي، مديها شقتي انا لاختي. طب اشمعنى اختك وانتي لا؟ عشان اختي معاها فلوس وجوزها هو اللي محرضها علي. قال لها يا هبه الشقه دي بدل ما تروح لحد تاني خد الشقه دي اللي في البيت ليكي. هي لم حيره يقول لها حرام عليك اختك هتلاقي لها متوى فين، راح مستوليه على الشقه بتاعك. انا عندي سؤال كده سامحيني فيه، انا عارفه اسئلتي كتير بس عشان المشاهد يفهم، هو انت اصلا بتورثي دلوقتي ليه؟ مش ابوكي حي يرزق؟ اه وامي عايشه. بتورثوا مين؟ هي بقى اللي عايزه تخلي اختي اللي بتخاف ربنا تبقى الوصيه عليا، وعايزه ايه اخويا الدكتور يبقى الوصي عليا اللي واكلين حق. يعني الاب كتب كل حاجه باسم الام؟ اي كتب لها البيت كله لما جه يتجوز واحده تانية، كتب لها البيت كله. وعمل كده ليه؟ عشان يشوف نفسه. والدتك واختك سابوكي تتبهدلي البهدله دي؟ اه هي تهون عليها كل حاجه، طول عمرها من زمان بتحقد عليا رغم ان انا عمري ما حطيتها في دماغي ولا حقدت عليها. طلعت لمؤاخذه كنت بشتغل ومش عايزين الا اتعلم القرايه والكتابه عشان يضحكوا عليا. انا عايز اسالك على حاجه، الواقعه دي لما حصلت مين اللي قص لك شعرك كده بالظبط وبهدلك قوي كده؟ هو زي ما قلت لك كده، اخويا والولا انس هما اللي طلعوني كده بالمنظر ده من البيت. وجيت لعمي هنا، المنظر ده اللي انت حضرتك شايفاه هما كانوا مطلعيني من البيت وضربوني وحلقين لي شعر. فعمي راح هددهم مرة واثنين وثلاثة ما خدوش. طب يا جماعة شيلوا البوابة الحديد، مش راضين يشيلوا البوابة الحديد، يعني عايزيني افضل فوق في شقتي ما انزلش مثلا اجيب فطار اجيب حاجة، لا وعايزين احطوا على باب شقتي كمان بوابة حديد. طب ابنك الصغير الاصغر من انس معتز ولا معايز؟ معايز؟ معاكي ولا معاهم؟ لا معاز معايا، كانوا بيبات معايا في الشقة وكان بيحبسونا احنا الاثنين، يعني كانوا بيحبسونا. ده كام سنة وده كام سنة؟ ها؟ واحد كام سنة وواحد كام سنة؟ والتاني معاز عنده 20 وانس 21. انت عارفة الكلام اللي انت بتقوليه ده هيأذي انس ابنك جدا؟ انا عايزاه يتأذى زي ما رماني في الشارع. انا بقى بقول عايزاه يتأذى، يعني اشمعنى انا رماني في الشارع وبهدلني ومرمطني وما اعتبرنيش امه؟ هو عايش فين دلوقتي؟ مع امي في البيت. يعني هو عايش مع جدته؟ اه في البيت. يعني رحت البيت دلوقتي هلاقيهم؟ ايوه هتلاقيهم في البيت. طب انا هروح. ماشي روحي وهتتاكدي وهتشوفي بحضرتك البوابه الحديد اللي هم عاملينها هنا على السلم. اولا البنت جات لي اول مره، هي كانت متعوده تهرب من امها، تهرب من امها وتجيلي. ليه؟ مش شكرانيه الحمد لله في نفسي، بس انا يمكن احن امامها او اللي هي تعرف تتواصل معاه حضرتك اللي هو انا. الحمد لله اللي لا حد في الدنيا. ده بيت الوالد رحمه الله عليه. ماشي. فهي طبعا لما جات لي اول مره بالمنظر اللي حضرتك شفتيه ده، انا مش مفبرك ولا ليا مصلحه، رحت لهم مرتين بعديها قلت لهم يا جماعه، وطبعا زعقت، مش هقول لك ان انا ما زعقت، قلت اللي هيدوس على خيالها انا عدوه والاخر نقطه بدم انا مش هسيبها، واتقوا الله فيها حرام عليكم. القصد واتكلمت الكلمتين على اساس ايه؟ يعني تهديد وخلاص كده ورحت سايبها في حالها، لانها في الاول وفي الاخر بنتهم اختهم. ببص لقيت الست بتاعتي بتتصل عليا، يا حاج هالة بنت اخوك هنا. قلت لها طب خليها عندك لحد ما انا ايه اخلص واجي. فلما جيت وعرفت القصه الافنديه حابسينها، وانا يعني انا بقولها وقدام وعايز اخصائي نفسي يحكم على كلامي ان كنت انا غلط ولا انا صح، ان البنت دي كان في شروع في قتل. ازاي بقى؟ كلمة شروع في قتل.
هنخلينا نتكلم على انسان سوي. انا انسان سوي قدام حضرتك، او حضرتك هتطلعي من الباب ده او من الشقه دي وهتقفلي عليا، وهتقعديني بالاربع ايام والخمس ايام بدون اكل، هعمل ايه؟ موت. يموت؟ سموم. هننزل بقى من الشباك او من البلكونه، مش ده الوضع الطبيعي لاي انسان سوي، فما بالك انسانه زي دي. وبعدين يزيد على كده يعملوا لها بوابه حديد عشان محدش يقدر يوصل لها فوق. ماشي. الام من قيمه يومين ابنها لما نجي بقى من يومين لسه حضرتك ما تيجي، ابنها بيكلمها بيقول لها يما يعني اتقي الله البنت غلبانه وي وي وي. والله وانا مستعد اواجه البنات. هو الدكتور خالد؟ لا، ابنها الثاني اللي هو يعتبر متعاطف مع دي. قال لها يما يعني البنت وغلبانه وبتاع. قالت له بس هي امسكها بايدي وانا حسقيها العذاب الوان، اقسم بالله سامحها بودني. ليه بتعمل كده؟ ليه؟ عشان دي مهش بني ادمه، دي حيوان. هي وابنها اللي هو ذوي الاحتياجات الخاصه برضه، اللي هو الله اعلم عملوا فيه ايه دلوقتي. ومعايز. لان انت عارفه النوعيه دي حضرتك بيبقى لها طريقه تعامل. البيت فين يا فندم؟ البيت في العجيزي. الاستاذ احمد سامي لما اتصل عليا قلت له انا جبت لك ورق عشان ما يقولوش انا كذاب. هم قالوا ان انا ايه، راحت الام اللي هي وللاسف اخويا بيكذبوا زي ما بيتنفسوا. وبقولها لك وهقولها قدام منه، بيكذبوا زي ما بيتنفسوا. حلفت لي يمين بالله انها كاتبه لدي حقها. ماشي، اتفضلي حضرتك. عقد بيع ابتدائي السيده فريال مصطفى حسن رحيل اول طنطا غربيه تحمل بطاقه رقم كذا، السيده هبه الله محمود بايع الهبه اختها. بايع الهبه ايه؟ الدور كامل حضرتك. الست عين فين؟ اسم العين فين بس؟ ماشي. ايوه يعني هو ده من السيده فريال لهبه. هات انا هضوء. انا عارفه انا. لا يتجزا من هذا العقد. ايوه، منزل مقام على قطعه ارض بالعقار رقم 12. الست دي لما خدت البيت من اخويا كنت انا راجع من السعوديه، فقالت لي شفت يا علي اخوك، عشان عارفه الحمد لله ان انا الحقان اللي في يعني او اللي دماغي ناشفه شويه في الحق. فقلت لها يا حاجه هو دلوقتي مش رافع عليك قضيه؟ ريحي نفسك من الفيلم ده كلاته، وباسمة الشرع وللذكر مثل حظ الانثيين، ادي للعيال حقهم على حياه عينك وريح دماغك من الفيلم ده خالص. قالت لي يعني ازاي يا علي؟ قلت لها البيت مبني على شقتين، واخد بال حضرتك؟ ثلاث ادوار على شقتين. قلت لها يبقى دور لابراهيم، ايوه، ودور لخالد، ودور كل بنت لها شقه. راح بايعه لوحده في الاثنين، لان دي زي ما قلت لحضرتك مش عدينها في البني ادمين، وسمعتها من بق الام وتكدبني لما البنت جات لي وانا كنت مخبي ما رضيتش اقول ليه عليها وعايزها تستقر. عايز اعذبهم واتك عليهم. معاك رقمها؟ دي اتصل عليها كده. هاتوا لي تليفون. دي لمرات ابوكي ولا امك؟ امك. لا امي. البنت دي كان في شروع في قتل وبهدل انا خالص. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ست فريال، ازاي حضرتك؟ ازيك يا امين؟ انا نهال طايل مذيعه برنامج تفاصيل في قناه المحور. ايوه اتفضلي. انت مزعله هلا ليه كده يا ست فريال؟ مزعله هي ست الحاج الله يكرمك. امال ايه؟ مخلفه عقليا، خدت بالك وانا قاعده بحميه وروح الكوافير اقصلها شعرها واغسل لها هدومها وهدوم عيالها، ومش مخليه حاجه نعمل ايه. اخوها خد اخوها وقومها في دماغها واداها لعمها على اساس ايه؟ هو المعاش 3000 جنيه. على اساس ياخدوا المعاش. اللي هو معاش جوزها. العقد اللي مكتوب قدامي بيقر ان حضرتك بايعه الدور بالكام. ما العقد قدامنا. لا جبناه منين ده؟ ما نعرفش. اسالي بنتك. انا ما سالتش حد. ازاي؟ ماشي يا ست فريال اتفضلي. اسال واحده متخلفه
بتزرق الدنيا، عمها واخدها الظرف القطر ومزوجي. طب اجيبها لك انا؟ اما اجي بقى. ما تيجي. عايزاها ولا ايه؟ مش انت عايزاها؟ ما هي قاعده معايا اهي، هجيبها لك واجي. ازاي؟ ما قاعده معايا اهي. ما هي قاعده معايا اهي وعادي يعني، اجيبها لك واجي، مش ليها شقتها؟ انا النهارده انا مش موجوده، راحه للدكتور طبعا. يبقى ازاي بيساوموك يا ست فريال؟ والله زي ما انا بقولك. روحي روحي، ربنا يهديكوا كلكوا، روحي. لين في بعض كده ليه؟ مدان مش عشان حاجة يا فندم، هو عشان خاطر الناس دي حاطة في دماغها اللي هم يعني. بص يا فندم، فاهم حضرتك الناس دي ايه؟ الناس دي طبعهم يعني ظاهرهم الرحمة، طبعهم زي ما بيطبع علينا. انت اخوات ماشي يا فندم، لين في نفسكوا وبعض كده ليه؟ بص يا فندم، اصل انا مش عايش لوحدي يعني، انا اخ لوحدي يعني، اتسأل على تصرفاتي لوحدي. انا بقدم دايما المبادرات على جميع الأصعدة عشان خاطر اجي في يوم. اتصل عليك وبيسأل عليك خالد ده؟ ولا عمره. اقول لك بقى دليل حضرتك ايه يا فندم؟ بديل حاجه، هو احد الناس اللي زوجتي طلعت من البيت بسببهم، لسبب انا لسه بقول للاستاذه في الاعداد، الغسيل مثلا والحاجات دي، الغسيل كذا. اخر حاجه بقى يترمى عليه ميه، اطلع ابص الاقي سلوك الكهرباء، التليفونات مقطوعه، الى غيره الى غيره. مسك انا نفسي اجرت تطلعوا وبيعوهم نصيبك. يقول لك لا، لو ما حد غير بيقرفهم. بص يا فندم، ما ينفعش بعد اللي حصل مع هاله، ما ينفعش يشتريه هو. لا انا ما اشتريلوش، لان هاله بيتها بيتها اللي احنا قاعدين فيه، حتى لو انا هقعد وهعيش طول عمري في معاناه. لك سلك التليفون والكهرباء وبيبل الغسيل ده كده، واحد بيطفش بيطفشني. طب انا هبيع لك. لا انا ما هو ما يشتريش بقى، لان هو وانت كان لك حق عشان اشتري منك. عايز ايه حضرتك؟ عايز ايه؟ انا يا فندم مش عايز اي حاجه الا حاجه واحده، هي ايه دي؟ حتى ان هي عايشه في معاناه لحد ما تموت يعني، دي عاشت في كل المعاناه دي عشان تموت؟ هو مش معقول. اكيدين انتوا اخوات شوها يا فندم. احنا يعني اتعمل ما بيننا حاجه انا مش فاهمها هي ايه يعني. انا قاعد مثلا باولادي بقالي عمر، تمام، انا مش عارف دي ذنبها ايه يعني. انا راجل اقدر استحمل، طب دي هتستحمل ايه؟ هتستحمل ايه؟ هتستحمل الحبس ولا هتستحمل الموت ولا هتستحمل التعذيب ولا هتستحمل ايه؟ قولي لي حضرتك. انا اقدر استحمل، انا سبت المكان واجرت مكان، حتى عندي ساكن يشهد على الكلام ده. بقول لحضرتك يعني، انا لو انا منزوع من قلب الرحمه عمري ما هعمل كده يعني. هم هعمل مع الناس بره. طب اختي، بس دي اختي يعني، انا راجل وحش هعمل الناس بره كده؟ طب ودي؟ ما فيش حد بيحبس حيوان 3 4 5 ايام ويصوم ويتعذب، تمام، ومن غير اكل. طب البني ادم يعني لما اجي من بلد لتاني بلد، تمام، اجي الاقيها قاعده لا اكل ولا شرب ولا اي حاجه، وكل ما نتكلم في حاجه احنا اللي كنا عايزين نغربها، واحنا اللي عايزين ناخد فلوسها، واحنا اللي عايزين نعذبها، واحنا واحنا واحنا. طب وبعدين؟ حضرتك اللي هربتها؟ ده انا. حضرتك اللي هربتها؟ يا فندم انا ما هربتهاش ولا حاجه. هربت ازاي؟ بص يا فندم، انا ابن اختي هبه اللي في قطر دي كمان جاي بيقول له لوالدتي، بيقول لها هات ابراهيم عشان يمضيها. قلت له برضه لاخر مره، انا بمضيها على ايه؟ انا جايب الصدفه، لان هاله كان داخله طالعه بتستنجد بيا، بتقول لي بيعملوا فيا وبيتصلوا بيا. قالت لك عايزين يمضوها على انهم يودوا معاذ مدرسه للتاهيل. لا ذوي الاحتياجات الخاصه. ده مره مدرسه للتاهيل، ومره للمعاش، ومره على معاش لها هي، ومره على معاش مين؟ طب هو دلوقتي فبالله. طب اخر حاجه يا حاجه، هي راحه تعمل ايه؟ قالت لي هي راحه تعمل معاش لنفسها. طب المعاش اللي كان شغال بقاله كام سنه ده بتاع مين؟ بقاله بتاع مين؟ بص يا فندم، حتى في المنطقه اللي احنا عايشين فيها الساكن اللي جه قال لي انا عارف اللي بيدور في البيت عندك، وعارف اللي انت ليك اخ واخت سمعتهم سابقاهم. طب سؤال بقى، احنا بقى دلوقتي اما احنا جايين قاعدين ساكتين ما بنشتكيش اي حد الا ربنا سبحانه وتعالى. انس بقى، انس يا فندم، سيطرين عليه كده ازاي؟ الراجل ده قاعد بعمر كامل، الراجل ده قاعد تحت ولايه الحاجه ومن غير شغل. قولي لي بقى يا فندم، اما يبقى لسه شغال بقاله ما بكملش سنه، بكلمش كام شهر في الشغل اللي موجود فيها، الراجل عنده ايفون، عنده كام لابتوب ديل، عنده كام بلاي ستيشن. ما هنقنت عليه ازاي؟ هنقنت عليه لان الحاجه مفهماه ان دي، وحتى والده اما مات
انس كان واقف في المعزه بيضحك وبيبتسم وفرحان اللي ابوه مات. قال لي هو عمل لنا ايه يعني؟ دي بتعمل لنا ايه؟ اللي بتعمل تيتا. تيتا بتعمل ايه بقى؟ بتاخد، ما تعملش اكتر من اللي بتاخد منه بتديله. يعني بتاخد منها بتديله. الناس اللي بتدي لها ظروف تاخد وتدي لها، مثلا تدي لها تاكلها ايه؟ تاكلها سندوتش طعميه وتدي لانس، تقول له عايز تجي يقول لك ايه؟ بدليل ان انس قاعد هو راجل بيشتغل ب 1000 ونص ب 2000 جنيه بياكل دليفري. طب ودي فين؟ طب هي هانت عليه ازاي؟ يا فندم هو خلاص نشأ على ايه؟ هو نشأ وكان ده كله اللي هو ميوله مع سته. ايه دي امه؟ لا مفيش، حتى الكلام اللي بيدور ما بيننا، اما اجي في يوم انا مثلا اطلع يعني اتخانق معاه، امك ومش امك تقول اه اصل ده زعلان وعايز ياكل حقوقهم. طب وعمها عايز ياكل حقها؟ طب واحنا جينا هنا عشان ناكل حقها؟ واحنا كمان جايين ناكل حقها؟ مثلا. طب والشقة مثلا انا كنت حضرتك قلت لي ما تبيع وتطلع. قلت لك ما ينفعش بعد نبيع ونطلع بعد ايه؟ بعد ما جه حصل لها الكلام ده. طب ودي تروح فين؟ حضرتك عايز ايه يا استاذ ابراهيم؟ انا يا فندم عايز يعني نصره من عند الله على الناس دي. ليه دي؟ مش ليا انا، مش عايز حاجه. طب وانس بقى بتدعي له؟ هقول ايه؟ ربنا ينتقم منه ويخلص منه من اللي عمله فيا. هو بهدلك قوي كده؟ عمل فيكي كده ازاي؟ جاله قلب ولا قص شعرك؟ هيعمل اكتر. مين اللي مسك المقص وقص شعره؟ الاتنين. مين؟ خالد وانس. على فكره ده ولادي كانوا موجودين في الواقعه دي. شافوا الواقعه دي؟ ايوه يا فندم، كانوا موجودين في البيت لان هي امه كانوا قاعدين معاه، لان هم طبعا انا جاي من السفر، الباب الحديد معمول حلو كده. وطبعا اما قالوا لحضرتك ايه؟ قالوا اللي هي ايه؟ قالوا لك مين اللي عمل في عمته كده؟ احنا ما عملناش حاجه، والحاجه طبعا شهدت قدام الناس كلها، قالت ما حصلش، ما عملوش. طب والاطفال مش شافت؟ الاطفال بقى شافوا. قالوا يا بابا عم خالد وانس ابن عمتي هاله، خالد جاب له مقص من فوق وقال له قص لها شعرها. تمام؟ انت ضربتها؟ قال له اه. قال له وهنحلق لها كمان شعرها عشان ما تطلعش بره. لا انت حقك هيك، ما تخافيش. كانوا بيحبسوني بالشهور في الشقة ويجوعوني. مش عارف دي ذنبها ايه؟ يعني انا راجل اقدر استحمل، طب دي هتستحمل ايه؟ انت واحدة متخلفة وزارية في الدنيا. دي لمرات ابوكي ولا امك؟ امك. لا امي.